السلام عليكم، ازيكم؟ في مؤتمر مهم امبارح تم عقده، وحصلت بعديه احداث مهمه جدا على الحدود المصريه. وخلي بالك من الاخبار دي لانها اخبار عسكريه مهمه جدا. انا ما باخدش في الشان العسكري المصري، بس دي اخبار عسكريه مهمه لازم تعرفها. بس حكايه تبتدي منين؟ عايز تعرف؟ هقول لك. عشان اقول لك لازم احكي لك القصه من الاول. القصه كلها يا سيدي ان الرئيس خد بعضه وراح على باريس فرنسا، وتم استقباله هناك استقبال الملوك كالعادة. خلاص الرئيس السيسي بقى له وضع كبير جدا وشأن كبير جدا عند الفرنسيين والأوروبيين، فبيتم استقباله بطريقة مميزة. وعلى فكرة ده عكس اللي بيتم استقبال بيه اردوغان مثلا. يعني اردوغان بيتم استقباله بطريقة بسيطة نتيجة بقى المشاحنات السياسية والكلام الكبير ده كله. بس هو الرئيس رايح فرنسا يعمل ايه؟ حقيقة الرئيس رايح فرنسا لان في مؤتمر كبير جدا كانت منظمة فرنسا يوم الجمعة. المؤتمر ده حضره شخصيات مهمة جدا دوليا، شخصيات ذو ثقل. يعني زي مين؟ زي نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس، زي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، زي انجيلا ميركل المستشارة الالمانية. فانت عندك توليفة من الرؤساء، انت بتتكلم على 30 دولة ومنظمة عملت المؤتمر ده. حاجة خطيرة جدا، الا ان كان في لاعب كانش له وجود، وهو مين؟ تركيا. تركيا ما كانش ظاهرة في المؤتمر ده. والحقيقة ان المؤتمر كان بيتسم بالود، والواضح كده ان فرنسا بتاخد خطوات جادة جدا لدعم الانتخابات الليبية باي شكل. يعني الانتخابات دي لازم تتم، يعني لازم تتم، والفرنسيين جادين جدا في المسألة دي، خاصة ان الفرنسيين بصين لحاجات اقتصادية ومصالح اقتصادية، وبصين ان خلاص الموضوع بتاع ليبيا ده اتقفل بقى. يعني احنا شفنا الاهوال بتاع العمليات العسكرية، خلاص احنا نبص بقى على الجانب الاقتصادي ونخلي الليبيين يعيشوا عيشة كويسة والموضوع يبقى كويس. بس انا عايز اقول لك ان رويترز استضافت مسؤول فرنسي وقال لها على المؤتمر ده. قال لها ايه؟ قال لها المؤتمر ده مهم جدا لان في بعض الاطراف، وخد بالك من كلمة تركيا اللي هو بيذكرهاش، بيقول لها في بعض الاطراف من مصلحتهم ان الانتخابات ما تتمش، اللي هي المفروض تاريخها 24 ديسمبر. بيقول لها في بعض الاطراف شايفين الانتخابات دي ما تتمش، وشايفين ان الوضع لو بقى فيه تعقيد سنة صغيرة او فيه حتى غموض يوم داخلين مستغلين الموقف، يعني بوظوا الدنيا بقى. يعني لو في حاجات كده الجانبين الليبيين مش متفقين عليها، الاتراك يخشوا يحاولوا بوظوا الدنيا. الحقيقة المؤتمر ده خطير جدا، والرئيس السيسي بيلعب فيه دور كبير جدا جدا فوق ما انت ممكن تتخيل. يعني خلي بالك ان الرئيس السيسي ذو ثقل كبير جدا في المؤتمر ده، لان هو تقريبا لانقذ ليبيا، مش حط الخط الاحمر صح؟ ومن ساعتها الحرب انتهت. الراجل ده تحس كده ان هو برضو له دور كبير. والاكتر ان انت بص على علاقات مصر الخارجية في المؤتمر، هتلاقي فيه ترحيب دولي بالرئيس المصري. يعني كل الناس بترحب بالرئيس المصري، انت اللي خلصت موضوع ليبيا، انت اللي وقفت فيه والكلام ده كله. بس انا مش واقف عند كده، انا واقف ان المؤتمر ده لما خلص شوف بقى الدنيا هتمشي ازاي. المؤتمر ده لما خلص طلعت رويترز وقالت لك احنا اطلعنا على اجندة المؤتمر ده او البيان الختامي اللي بينص على توجيه عقوبات دولية على اي حد يكون بيشارك في خراب او في التدخل في الانتخابات الليبية القادمة. هم قصدهم مين؟ معلش يعني مين اللي مصلحته الانتخابات تبوظ؟ مفيش غير لاعب واحد بس، تركيا. لان انا جيت امبارح قلت لك لو جيت تبص على شرق البحر المتوسط كله، الاتراك مالهمش اي حليف غير ليبيا. شرق البحر المتوسط مفيش غير ليبيا فقط هي حليف تركيا، كل اللاعبين التانيين يا اما مع مصر يا اما ضد تركيا، ما حدش مع تركيا خالص. تاني حاجه، تركيا بتستند على تدخلها في شرق البحر المتوسط ده على الاتفاقيه اللي وقعتها مع حكومه الوفاق في ليبيا. طب لو جه حد في الانتخابات بتاعت ليبيا دي اسفرت عن حد او افرزت حد ضد التدخل التركي او ضد الاتفاقيه دي وجه امن سحب من الاتفاقيه دي، تركيا خلاص كده اللعبه باظت والدنيا اتقفلت. فتركيا مش عاوزه تسحب مرتزقه، تركيا مصلحتها انها تبوظ الانتخابات القادمه لان المرشح فيها خليفه حفتر. وعلى فكره دي واحده ست، الصوره دي بتاعت واحده ست موجوده في القاهره، هي ظهر كده ليبيه جت القاهره بتدعم خليفه حفتر من القاهره، يعني بتدعي له من القاهره. ده معنى كبير جدا، يعني الراجل ده معانا، خليفه حفتر ده معانا مع مصر. فكون ان الست تيجي تدعي له من القاهره او توجه له رساله من القاهره، ده معناها ان هي عارفه ان مصر ورا خليفه حفتر. بس انا شدد انتباهي كام نقطه كده مهمه جدا. انا مش شدد انتباهي اي حاجه بتخص مؤتمر او دور الرئيس المصري وفاعليته والكلام ده كله خالص. انا شدد انتباهي ان الاول مره العالم يتفق على تركيا. خد بالك المؤتمر ده اتفاق العالم على تركيا، ما هو محدش له مصلحه يبوظ انتخابات غير الاتراك صح؟ قال لك احنا هنفرض عقوبات. سؤال مهم جدا، ليه الاتراك العالم كله اتفق ضدهم والاقتصاد بتاعهم بيتدمر؟ يعني الاقتصاد بتاع تركيا ده بيتدمر. انت عندك الدولار امبارح كسر العشرة ليرة، كسرها بقى 10 27 تقريبا، يعني متهيألي 10 وشويه 10 وكسور، ده كسر.
يعني كنت متوقع ان هو يقف عند العشرة، يعني الدولار يبقى بعشرة ليرة. Hiç endişe etmeyin. Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirasıyla bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli yerli mücadeledir. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere yerli paramızda inşallah bunlara cevabı verelim. Yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah... ليه العالم اتفق على تركيا؟ تعال بص بقى. انت لو جيت تبص فضيحة كبرى، فضيحة كبرى. انت عارف بيلاروسيا عندها مهاجرين واقفين على الحدود مع بولندا، اللي انا جيت قلتها لك امبارح في الحلقة اللي عملتها بخصوص التوتر بين بيلاروسيا وبين بولندا. زعيم بيلاروسيا بيستغل مهاجرين اللي واقفين على الحدود دي عشان يضايق بولندا. وعاوز اقول لك في خبر جديد تماما، روسيا ودت او هتودي قاذفات نووية وهتودي جيش لبيلاروسيا. ده تصعيد خطير جدا ضد اوروبا. ده بعد اوكرانيا هتودي جيش لبيلاروسيا. خلي بالك القاذفات والجيش ده قال لك هم رايحين يعملوا تمرين ومناورات ويرجعوا في عز الخلاف مع بولندا. خد بالك من الكلام ده، في عز الخلاف مع بولندا، لان بيلاروسيا على حدود بولندا اللي هي اوروبيه خالص. احنا مش بنتكلم على اوكرانيا، لا احنا بنتكلم على بولندا. السؤال البسيط، هم المهاجرين اللي واقفين على حدود بولندا دول بيلاروس يعني من بيلاروسيا؟ دول يا باشا سوريين. سؤال اكتر ومنطقي، مين بقى اللي ودى المهاجرين السوريين دول عند حدود بيلاروسيا وبولندا؟ ده سؤال منطقي صح، يعني دول في سوريا، ايه اللي جابهم بيلاروسيا؟ قال لك يا باشا دول اتنقلوا عن طريق طيران تركي. الاتراك في كل حته. اينما وجد الكوارث وجد اردوغان. يعني انا عمري ما هنسى الكاتب التركي اللي سمى اردوغان ماستر اوف ديزاستر، يعني سيد الكوارث في العالم. اللي ودى المهاجرين اللي عاوزين يعملوا ازمه وحرب نوويه ثالثه او حرب عالميه ثالثه بين روسيا والاتحاد الاوروبي هم الاتراك. مش بس كده، انا عاوز اقول لك ان اوكرانيا من الاسبوع اللي فات الجيش الاوكراني شن عمليه عسكريه ضد الانفصاليين الروس اللي على الارض. والحقيقه العمليه العسكريه دي تم استخدام فيها درونز مسيرات. انت عارف الدرونز دي ليها دور كبير جدا في الحروب المستقبليه. طب الدرونز دي جت منين او المسيرات دي جت منين؟ قال لك دي مسيرات تركيه. يعني معلش، يعني اوكرانيا او الجيش الاوكراني استخدم مسيرات تركيه لضرب روس، فالروس مش طايقين الاتراك. الاتحاد الاوروبي مش طايق تركيا اللي بتوصل مهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا. وعلى فكره الامريكان احتمال يفرضوا عقوبات على الطيران التركي لمساهمته في نقل المهاجرين دول. ده حاجة. عندك بقى فرنسا مش طايقة تركيا اصلا، وودت فرقاطة بحرية على حدود قبرص، والقبطان بتاعها قال لك ده قبرص دي اهم حاجة بالنسبة لفرنسا، ده اهم شريك بالنسبة لفرنسا في تصعيد عسكري ضد تركيا. انت كمصر ما عملتش حاجة. يعني انا مش شايف ان مصر استفزت تركيا في ولا حاجة. انا مش شايف كده. دورنا قصاد الاتراك، احنا بس بنتلقى منهم كوارث. عاوزين يدخلوا في ليبيا يهددوا الامن القومي المصري، عاوزين يدخلوا عند سد النهضه ويبعتوا مسيرات، وهم بعتوا مسيرات بس كانوا عاوزين يبعتوا مسيرات اكتر، وابي احمد كان عاوز منهم مسيرات اكتر، واردوغان كان عاوز يروح يزور اثيوبيا. وعلى فكره اردوغان عاوز يروح اثيوبيا، ده مش خبر من عندي، ده وزاره الخارجيه الاثيوبيه اكدت ان اردوغان هيزور اثيوبيا، بس الراجل ملحقش، في حرب اهليه هناك. فالموضوع ده تعال بص على مين بيحب تركيا دلوقتي. محدش. فلما يطلع مؤتمر عالمي زي ده يتم توجيه اتهام فيه لتركيا وتهديدها بعقوبات دوليه شرسه لو تدخلت في الانتخابات الليبيه القادمه، ده كلام خطير جدا. وعلى فكره افريكا انتليجنس بتقولك على فكره واشنطن بتفكر تطبق عقوبات على تركيا عشان تمشي الانتخابات في ليبيا. وعاوز الفت نظرك ان اللي كان موجود في المؤتمر ده وزير الخارجيه الروسي. يعني روسيا عندها استعداد برضو انها تكمل الانتخابات في ليبيا، ما عندهاش مشكله انها تحل الملف الليبي، ما خلاص بقى عندها بيلاروسيا واوكرانيا فهتعرف تضرب اوروبا كلها. فالروس ما عندهمش مشكله في ليبيا خالص، اللي واقف هم الاتراك. وعاوز اقول لك في تعقيبا على المؤتمر ده طلعت تركيا طلعت تقول لك احنا مش فاهمين انتوا بتركزوا ليه على المرتزقه الاجانب. يعني احنا مش فاهمين، يعني انتوا سبتوا كل مشاكل ليبيا وبتركزوا على المرتزقه. حاجه غريبه جدا. في حته في ار تي نيوز انا ما قدرتش اجيب منها المصدر بتاعها، بس انا هنقلها لك زي ما هي مكتوبه كده. بيقولوا على فكره ان المرتزقه في 300 منهم هيمشوا كام يوم الجايين دول، في 300 من المرتزقه دول هيمشوا او هيغادروا. خلي بالك تركيا الفتره اللي فاتت دي كانت بتعمل على نقل المرتزقه من ليبيا لمكان تاني انا ما اعرفوش وما لقيتلوش مصادر هم رايحين فين، بس تم تقليل عددهم بس ما زالوا موجودين. فرق كبير جدا، يعني مش هتهمش كلهم،
ما زال في مرتزق موجودين ودول اساس الخلاف في الانتخابات ودول هيأثروا على الانتخابات. في واشنطن عايز تفرض عقوبات، فرنسا بتهدد بعقوبات، الاتحاد الاوروبي كله مش طايق تركيا، الدنيا بايظ. ايوه الكلام ده جميل، بس هو ايه اللي حصل بالظبط في الاجتماع؟ الحقيقه عشان بس ما سيبلكش الموضوع عايم كده، اللي حصل بالظبط في الاجتماع طلع من موقعين، موقع اسمه وول ستريت جورنال وده يعني ذو ثقه عاليه جدا، وموقع تاني ضعيف شويه يعني ممكن ما تعتمدش عليه قوي. الموقع الضعيف ده بيقول لك على فكره الحكومه الليبيه تعهدت للمؤتمر ده ان هم هيجروا الانتخابات يوم 24. خلاص ده يوم 24 الفيصل والحكومه الليبيه اكدت على كده في الاجتماع قدام القاده دول كلهم. على فكره ايطاليا برضو كانت موجوده. وول ستريت جورنال تحليلها للموقف اصيع واحلى بكتير، بتقول لك ايه؟ بتقول لك على فكره خلي بالك الاجتماع ده معمول في ظل تخوف غربي ان الاحداث تعود في ليبيا نقطه الصفر او ما قبل تشكيل الحكومه الليبيه الحاليه، لان الوضع في ليبيا خطير جدا. لو الانتخابات ما حصلتش يوم 24 كل اللي حصل ده كانه ما حصلش، كل حاجه هترجع العكس، لان خليفه حفتر شايف ان الانتخابات دي فرصه ان هو ينزل فيها. خلي بالك سيف الاسلام القذافي عاوز ينزل الانتخابات دي، الدبيبه الموجود في الحكومه دلوقتي عاوز ينزل الانتخابات دي، فهم دول الثلاثه البارزين جدا في الانتخابات، فمحدش فيهم او محدش في الثلاثه دول، وخلي بالك كل واحد فيهم يعني ذو توجه، فمحدش في الثلاثه دول هيسمح ان الانتخابات ما تتمش، ولو ما تمتش الوضع هيرجع اسوأ من الاول كمان، هيهبدوا في بعض بقى ضرب ضرب. وعلى فكره امريكا اكتر دوله عاوز تقفل الملف ده، وخلي بالك ادام الامريكان اتحركوا الاتراك هيمشوا، لازم تبقى على يقين اول ما الامريكان يشاركوا في مؤتمر زي ده تاكد ان الاتراك هيمشوا، هياخدوا بعضهم ويمشوا. دي نقطه مش محتاجه جدال تماما، لان امريكا مش هتسمح ان الاوضاع في ليبيا تعود لأسوأ ما كانت في ظل انها عاوز تمشي من الشرق الاوسط، ده اولا. ثانيا هي عاوز توجه قواتها واهتمامها باللي بيحصل مع روسيا والصين خالص، مش عاوز تركز على الشرق الاوسط كله، فعاوز تقفل الملفات كلها، والملف الليبي ده مهم خاصه انها دوله نفطيه والاستقرار فيها كل العوامل فيه متاحه. عندك دوله بيخش لها فلوس اكيد اكيد هيعرفوا يحلوا مشاكلهم بسرعه، الفلوس بتحل كل حاجه كل حاجه. ايه اللي حصل بعد المؤتمر ده وبعد النتائج اللي مصر حققتها وان هي جابت اجماع دولي على مصلحه ليبيا في الانتخابات القادمه وتوجيه عقوبات على الاتراك؟ ما خلي بالك الاتراك مش طايقين المؤتمر ده وعارفين ان مصر ليها دور كبير في المؤتمر ده. فايه اللي حصل؟ تركيا طلعت طياره اسمها ATR 72600، دي طياره انتاج ايطالي تركي مشترك. الطياره دي طياره دوريه ساحليه بيكون فيها عناصر بتكشف بقى على كل اللي بيدور حوالين السواحل وكده، يعني الطياره دي مش تطلع فاضيه، لا فيها عناصر موجوده زي طياره استطلاع متقدمه جدا. الطياره دي انا عاوز اوريك خط سيرها راح فين بالظبط. نزلت من تركيا راسا على مصر، هي صحيح ما دخلتش مجال الجو المصري ولا قربت من السواحل المصريه، بس عاوزك تبص الطياره دي مشيت ازاي. شوف الطياره دي، وعلى فكره الطياره دي ما بتشيلش صواريخ ولا اسلحه، الطياره دي اكيد مصحوبه بطيارتين F-16 تركيه اكيد، الطياره دي ما تمشيش لوحدها ابدا على اللي انت عاوزه، دي طلعت بطيارات او مصحوبه بطيارات F-16 خاصه انها عاوزه نوع من انواع الحمايه لانها تخرج بره مجال الجو التركي، وفي نفس الوقت دي هتعدي على مجال جوي غير امن تماما، يعني ممكن يتم استهدافها في اي وقت او ممكن تطلع مقاتلات من قبرص واليونان تعترضها. سيبك من مصر، الطياره دي جت ولفت على حدود مصر، ما دخلتش الحدود ولا مجال الجوي، بس جت ولفت على حدود مصر، وخد بالك لفتها عامله ازاي، خد بالك دي بتجمع معلومات، خد بالك لفتها عامله ازاي. طب الطياره دي متخصصه في ايه؟ اكتر تخصص او اكتر ميزه في الطياره دي كشف الغواصات، كشف الغواصات. الاتراك مش طايقين نفسهم خالص، واللي بيحصل ده من الاخر. ايه اللي هيحصل في تركيا؟ ما نعرفش، بس الواضح ان العالم اجمع على كره تركيا، خلاص اجمعوا، محدش طايق تركيا، محدش طايق اردوغان خالص. خلينا نشوف الايام الجايه ايه اللي هيحصل. انت بقيت في مركز اقوى، انت مكانك بيتم تعزيزه بشكل كبير، مكانه فخمه. بص على استقبال الرئيس المصري عامل ازاي، حاجه عظيمه جدا. مش بس كده، بص كم ملف في ايدك انت. مش الامريكان حبوا يعملوا حوار استراتيجي مع مصر وقال لك هنتكلم مع مصر عن جيران مصر، يعني مش هنتكلم مع مصر عن اللي بيحصل في مصر، عن جيران مصر ليبيا. وختاما اسمحوا لي أن أخاطب أشقائنا في ليبيا مباشرة من القلب فأقول لهم: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خير لكم، فالخير في أيديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وفي هذا ستجدون مصر سندا لكم وقوة متى احتجتموها ودعما لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل. السودان،
اثيوبيا انت داخل فيها، فلسطين، الملف والصفقه اللي هتحصل بين اسرائيل وحماس، شرق بحر المتوسط، انت موجود في كل حته. دور لا يمكن الغنى عنه. اكتر من كده انت موجود مع حلفائك، كل الناس بتثق فيك. ربنا يديم محبه يا رب. يا رب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب انصر مصر وان شاء الله هننتصر. اشوفكم الحلقه الجايه، الحلقه الجايه عن سد النهضه برضو، حصلت تطورات جديده هنشوفها مع بعض. سلام. يا محروسه بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين، ومن فوق السما السما حميك يا رب العالمين، من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي